وقفتنا التالية مع التعلثم. مستمعينا، يمكن التعلثم هو شائع عند الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلمهم للتحدث. كثير من الأطفال بيتعلثموا لما يكون كلامهم وقدراتهم اللغوية منا متطورة كفاية حتى تتماشى مع الأشياء اللي حابين يحكوها. بيكبر كثير من الأطفال بيتخلصوا من هذا التعلثم اللي بيحدث خلال النمو، لكن ببعض الأحيان بيكون التعلثم حالي مزمني وتستمر مع الطفل أو الطفلة لحد مرحلة البلوغ. في أنواع من التعلثم، أو هيدا النوع من التعلثم بالتحديد بيحتاج لتدخل وعلاج عند أخصائي التخاطب. اليوم بدنا نفهم شو الأسباب، وهل هو التعلثم مرض نفسي أم عضوي. خليني رحب بضيفنا الدكتور عادل الشمري المتخصص بعلاج أمراض التخاطب. دكتور عادل، أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا وسهلا، مساء الخير لكل المستمعين، حياك الله. يا السؤال الأول هو حول قد ايه التأتأة، يعني هل هو مرض نفسي أم عضوي؟ قبل لا نبدأ بالإجابة على السؤال، أولا أشكرك على استضافتي، هذه أول شيء. الثانية بموضوع التلعثم أو أنا سمعتك كأنك تقولينها التلعثم أو التعلثم، هي مسماها نعم. في بعض المناطق يسمونها التلعثم، في مناطق أخرى يسمونها التأتأة، وفي لها عدة تسميات باللغة العربية، لكن أغلبها للأسف هي غير دقيقة بالمعنى الطبي، فهي لها عدة تسميات باللغة الإنجليزية ممكن تكون أكثر دقة. هذه بالنسبة للمسمى. بالنسبة لسؤالك على موضوع التأتأة، هل هو مرض نفسي؟ بحسب التعريف أن التأتأة ليست مرضا نفسيا أو اضطرابا نفسيا، إنما هو اضطراب في طلاقة الكلام، يؤثر على الأطفال ويؤثر على الكبار ويؤثر على الذكور بنسبة أكثر من الإناث، بنسبة تتجاوز 300% بالنسبة للذكور. طبعا هي ليست مشكلة عضوية وليست مشكلة في اللسان وليست مشكلة عصبية، إنما هي مشكلة من مشاكل اضطرابات التخاطب، ولها مضاعفاتها ولها طرق علاجها أيضا. نعم. طب ليه مرات إذا حدا عنده مشكلة العلاقة بالتلعثم بيحولوا لدكتور نفسي؟ وهذه الفكرة، أنه بعض الأحيان يعتقدون أن التأتأة أو التلعثم أنها هي اضطراب نفسي، أو أنه اضطراب في الثقة، أو أنه اضطراب في ثقة الشخص، أو في من هذه المشاكل. نعم. فيعتقدون أنها هي مسبب نفسي أو اضطراب نفسي، فيقومون بتحويله إلى ما يسمى بالأخصائي أو الطبيب النفسي. وفي الحقيقة وفي الواقع أن التأتأة ليست اضطرابا نفسيا أو مرضا نفسيا. نعم، هنالك مضاعفات للتأتأة قد تؤثر على الجانب النفسي، نعم، وهذا شائع في جميع الأشياء. أبرز مثال مثلا على سبيل المثال قيادة السيارة، اللي هي شيء طبيعي يقوم فيه الفرد، لها تأثير نفسي على الشخص وعلى حياته. نعم. وهذا لا يعني أن قيادة السيارة هو مرض نفسي، نفس الطريقة، فلها تأثير نفسي نعم، لكن ليست اضطرابا نفسيا. فالتحويلات لمثل هذه الحالات قد تكون نوعا ما غير صحيحة. نعم، لأنه دايما نحن بنسمع كنا أنه دايما بتكون الأسباب شيء نفسي شيء، فدايما بنتخيل أنه مرض نفسي. اليوم حلو أنه حضرتك وضحت هيدا الموضوع. عادة كيف بيتم تشخيص تأتأة، أو إمتى المفروض الأهل يحسوا أنه في شيء غلط؟ هل لازم نستنى لمرحلة البلوغ؟ هنا أكبر الأخطاء أنهم ينتظروا إلى مرحلة البلوغ، أو ينتظروا إلى فترات أو إلى عمر معين. نعم، كل شخص، كل فرد فينا يمر بمرحلة معينة من التأتأة عند ظروف معينة، على سبيل المثال عند مثلا منطقة رعب أو في منطقة معينة بحيث تؤثر على تربك هذا الشخص فتؤثر على طلاقة الكلامية. هذه التأتأة في الحال هذه تعتبر طبيعيا، لكن ما هو غير طبيعي أو مشكلة هو أنه لما يكون الشخص يتأثر طلاقة الكلامية بالأيام الاعتيادية وفي الأوضاع الاعتيادية، هذه واحد. متى يتم القلق في مثل هذه الجانب؟ طبعا هنالك نوع من التأتأة تسمى اللي هي نمائية، أو ما يسمى أثناء تعلم اللغة في بداية حياته من عمر سنتين ونصف. هذه مبدئيا بالغالب وليست 100%، لكن بالغالب تكون في مرحلة ما يسمى ببناء اللغة، لكن إن استمرت أو لوحظت بشكل زائد ومبالغ فيه، في هذه الحالة يستلزم مراجعة أقرب أخصائي تخاطب يحمل تصنيف من هيئة التخصصات السعودية. نعم. إله حل الموضوع؟ في تدريبات معينة؟ كيف يتم العلاج؟
هنا تفرق الحالة من حالة إلى أخرى. نعم هنالك علاج، هناك طرق، هناك في هنالك على أكثر من طريقة في حل هذه المشكلة. في حلول قد تكون جلسات بسيطة، بعض الأحيان يكون بحسب المسبب. على سبيل المثال بعض الحالات قد يكون المسبب لها مشكلة أخرى سببت في طلاقة هذا الشخص، وبالتالي يكون حل المشكلة الأخرى هو الأساس وهو الطريق لعلاج مشكلة الطلاقة الكلامية أو مشكلة ما يسمى بالتأتأة. في بعض الأحيان يكون السبب متعلق في موضوع البيئة، بحيث مثلا يكون الوالد والوالدة، والد ووالدة هذا الطفل يكون لديهم مشكلة في التأتأة. في الحال هذه يكون التأتأة مكتسبة في هذا الجانب، فيكون العلاج هنا يختلف تماما عن حالات أخرى. بعض الأحيان يتكلمون عن طرق معينة، وللأسف الشديد أنه يشاع أنه هنالك بعض الأغذية أو بعض ما يسمى بالأدوية أو بعض ما يسمى بالمساجات لللسان أو تدريبات اللسان تساعد على التأتأة. هذه غير صحيح إطلاقا، لا علاقة للسان بموضوع التأتأة، سواء بمساجة أو في هنالك مرتب معين أو استخدام مثلا القهوة أو استخدام بعض المنتجات، هذه غير صحيحة، لا تساعد في حل هذه المشكلة. نعم. طيب أبرز الشائعات اليوم اللي حول التأتأة، يمكن ذكرت أنت شغلة مهمة أنه ما أنه مرض نفسي ولا مرض عضوي، ولكن في إشياء تاني دايما بتسمعها حول هذا الموضوع، هي معلومات خاطئة؟ كثير كثير نتكلم عن موضوعات وعن إشاعات متعلقة بهذا الجانب. أولها يتكلموا عن مثلا أخذ النفس العميق والاسترخاء، يتكلمون عن موضوع ما يسمى بالقهوة، يتكلمون عن موضوع بعض الأدوية أو بعض المركبات أو بعض الخلطات، يتكلموا عن طرق تدريب للسان بطريقة معينة. بعض الأحيان يعني يتجهوا للجانب النفسي، يتعاملوا مع مضاعفات التأتأة ولا يتعاملوا مع علاج التأتأة، بمعنى أنهم مثلا أن التأتأة سببت مشكلة في انعزال عن الناس، أو سببت مشكلة مثلا في سببت مضاعف معين، هم يتعاملوا مع هذه المضاعفات ولا يتجهوا لأصل المشكلة وعلاجها. لهذا تكثر هذه الشائعات في هذا، يكثر فيها في هذا الجانب، بحيث أنهم يحاولون أنهم يعالجون هذه المشكلة. وللأسف الشديد كثير من المصابين بهذه المشكلة وجدوا أنه بالغالب لا جدوى من هذه الطرق في علاج مسألة التأتأة. نعم. بياخذ وقت العلاج دكتور؟ زي ما ذكرت هي تختلف بحسب الجنس اللي هو ذكر أو أنثى، وبالعمر وعمر التشخيص، وكذلك عمر ما يسمى بالخطوة العلاجية. نعم. طبعا التأتأة بالذات أو النصيحة الذهبية في مثل هذه المشاكل إن تبدأ فوريا بعلاج المشكلة أفضل 100,000 مرة. نعم. من إنك تتحاول إنك تستخدم أي طريقة لتجاوزها. لهذا بعض المتأتئين أو المصابين بالتأتأة يحاول أن يلفوا عن هذا الموضوع، بمعنى أنه يستخدم تقنيات معينة لتجاوز التأتأة، كأخذ نفس عميق أو محاولة إضافة حرف معين في نطق حرف معين. نعم. أو أنه يستخدم وضعية أو تحريك اليد معين أو يستخدم نمط معين لمحاولة التجاوز لهذه المشكلة. للأسف الشديد هذه المحاولات راح تزيد المشكلة بدل أن تعالج هذه المشكلة. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عادل، يعطيك العافية. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. شكرا. حياك الله.